في فقرتنا الطبية. في السنوات القليلة الأخيرة حدثت تغييرات كبيرة في حياتنا اليومية، واستحوذت أجهزة الكمبيوتر على جزء كبير من أعمالنا، بل وأصبحت جزءا أساسيا من يومنا وطريقة حياتنا. تظهر منظومة جديدة من الأعراض والألام، من بينها أعراض إجهاد العينين أو ما تعرف بمتلازمة الإجهاد البصري. فما هي هذه الأعراض التي تظهر بعد النظر لساعات طويلة إلى الشاشات؟ وما هي النصائح لتفادي هذه المشكلة؟ للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد عمادة، اختصاصي بجراحة القرنية وتصحيح البصر بالليزر. أهلا بك دكتور. صباح النور. صباح الخير دكتور. ما الذي يحدث للعين حينما تنظر بالروتين اليومي؟ لا أستطيع أن أقول هو ما نتعود، ولكن هو روتين يومي، أجهزة الهاتف، أجهزة الكمبيوتر، الشاشات، التلفاز، غيرها. الحقيقة متلازمة الإجهاد البصري هي مجموعة من الأعراض يعاني منها الشخص اللي بيستخدم شاشات الكمبيوتر لفترة طويلة. طبعا مش بالضرورة الكمبيوتر فقط، الموبايل، التلفزيون، الآيباد. الأعراض تتمثل بحس تقل بالعين، ألم، أحيانا حرقة، مع تشويش في الرؤية. لها صورة سريرية نموذجية. عادة الشخص بفيق الصبح مرتاح، بيروح على شغله. معظم الأعمال حاليا عم تتطلب أنه نحن نستعمل شاشة، ما بيبقى في البداية في الساعات الأولى بيكون أداء الشخص جيد، في منتصف النهار بيبدأ يحس بشوية تقل بالعين وشوية حرقان، يزداد مع ازدياد الإجهاد العيني، بآخر النهار بحس حاله أنه صار عنده صداع وأنه ما بيقدر يفتح عيونه وبده فقط يروح ويرتاح. هل نوع من الأعراض؟ حقيقة عم يجونا كتير الناس بالعيادات يشكو من أنه تؤثر على نوعية حياتهم، على أدائهم لوظائفهم اليومية، على تواصلهم الاجتماعي ما بعد العمل. فبدأت هل حقائق تفرض نفسها علينا، ونحن كأشخاص أصبحنا معتمدين شئنا أم أبينا على هذه الأجهزة، فلا بد أنه يكون عندنا تصور واضح عن طبيعة هذه المشكلة، ما هي أسبابها، وكيف نقدر نتعامل معها بحيث نتجنب هالأعراض ونحصل على أو تفاقم الحالة بالضبط على طيب. على نوعية حياة دكتور، يعني كشخص سليم، عينيه سليمة، لا يعاني من أي مشاكل في العينين، أنتوا كأطباء كم المدة اللي تنصحوا فيها الشخص بالنظر مثلا للموبايل أو الشاشات أو العمل على شاشة الكمبيوتر كي لا يصاب بهذا النوع من الإجهاد؟ لأنه في ناس مثلا طوال شغلهم 8 ساعات من اليوم فترة العمل يكون قاعد على شاشة الكمبيوتر، فما الفترة اللازمة؟ وهل في مثلا أوقات معينة أنه لازم يعمل بريك عشان يريح نظره؟ أو بالضبط سؤالك جميل مها. الحقيقة أنه نحن ما فينا نقول للناس أنه توقفوا عن ممارسة أعمالكم أو عن استخدام الشاشات، طبعا هذا مستحيل، ولكن فينا نضبط الموضوع بحيث يكون طريقة الاستخدام سليمة، وهذا بيكون من خلال مراعاة مجموعة قواعد. أولا لما منرتب مكان العمل بحيث يكون مسافة الشاشة متناسبة مع حجمها بحيث تكون مريحة للعين. اثنين، الإضاءة المحيطة بالشاشة لما بتكون كتير عالية يصعب على العين تمييز الأحرف، فتحتاج إلى بذل جهد أكبر، فلازم نضبط موقع المكان أو ظروف العمل بطريقة صحية، مسافة مناسبة، إضاءة مناسبة، نبتعد أنه يكون مكان العمل أمام مصدر الهواء بشكل مباشر، لأنه الحقيقة خصوصي في الكثير من الدول العربية الاعتماد على التكييف اعتماد مطلق، فتيار الهواء بيزيد معدل جفاف العين وبيفاقم الأعراض. بالإضافة لأنه لما بنبدأ عملنا ننتبه لقاعدة اسمها قاعدة 2020. هذه القاعدة البسيطة تعني أنه كل 20 دقيقة منحول نظرنا عن الشاشة وننظر إلى جسم ما يبعد أكثر من 20 قدم اللي هي 6 أمتار فعليا،
لمدة 20 ثانية. يعني هي أنه نأخذ استراحات قصيرة بحيث يكون فترة العمل ما تكون متواصلة. هل الاستراحة القصيرة لمدتها 20 ل 30 ثانية كافية لأنه تسترخي عضلة العين وتعطي إحساس بالراحة وتمنع التشنج المتواصل لعضلات العين الداخلية اللي هي سبب أساسي من أسباب هالأعراض؟ هذه النظرة العشرين ثانية هل هي مثلا ننظر إلى مكان مفتوح بالضبط بعيد؟ بالضبط إذا كان في أي شباك أو فيو حتى بعيد حتى وإن كان هناك شباك يعني من خلال الشباك بإمكانك تنظر بالضبط بالضبط. إراحة العين دكتور هل أيضا نتجه إلى 20 ثانية بأن نغمض العين أم هذا ما يفيد؟ هذا خيار آخر إذا لم يكن متاح أنه نحن مثلا معنا شباك في إذا غرفة أربعة بأربعة صعبة فمجرد أنه الاسترخاء وأغماض العين لفترة 30 ثانية كافي لأنه تسترخي عضلة العين الداخلية ومن ثم تقلع من جديد بدون ما نحمل عليها ضغط. الخيارات الأخرى؟ المشكلة لو أحد في العمل وغمض عيونه يفكروا نايم وممكن أخذ فيها إنذار. ما هي الخيارات الأخرى دكتور؟ عندنا خيارات أخرى غير الخيارات الأخرى؟ الحقيقة أنه نحن ونقطة كتير يغفلها الكثير من الناس أنه نأخذ قصة كافية من النوم لأنه عضلات العين تعمل وبحاجة مثل أي عضلات أخرى في الجسم بحاجة إلى قصة كافية من الراحة. فإذا كان النوم مو كافي 6 إلى 8 ساعات يوميا أو إذا كان متقطع فهذا أيضا ما بيعطي فرصة لعضلات العين في الليل أنه تسترخي وترتاح وبالتالي تعاود العمل ثاني يوم بهمة ونشاط. دكتور عندي سؤال سريع قبل ما ننتقل لأسئلة المشاهدين. هل في نظارات فعلا موجودة لي أو ما تسمى بحفظ النظر أو لاستخدام شاشات الكمبيوتر لفترات طويلة؟ الناس اللي يشتغلوا على الكمبيوتر فترات طويلة في نظارات من هذا النوع؟ هلا في نوع من العدسات اللي هي العدسات المضادة للانعكاس. هي عبارة عن عدسات بتكون مغطاة بسبع طبقات من الفضة بتمتص نوعا ما الوهج تبع الشاشات. الحقيقة كنا نعتمد كثيرا على شاشات الوقاية اللي كانت توضع على أجهزة الكمبيوتر القديمة، ولكن حاليا معظم الأجهزة الحديثة تجي أجهزة LCD مدمجة فيها هذه الحماية. الناحية الوحيدة اللي هناك دليل علمي عليها أنه الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يؤثر على ما يعرف باسم الساعة البيولوجية في الجسم. مشان هيك نحن بننصح أنه في الساعات الأخيرة قبل النوم الساعتين ثلاثة الأخيرة قبل النوم إما نخفف من استخدام الأجهزة الإلكترونية ولأنه هذا الأمر قد يكون صعب، فطلعوا بحل مبتكر اللي هو تخفيف إضاءة اللون الأزرق بالشاشات ومن طريق هون النظارات هذه. لا من هون في شيء اسمه الوضعية الليلية إذا بتنتبه للأجهزة الحديثة على التابلت أو على الموبايل بيعطيك شيء اسمه وضعية ليلية. طيب دكتور خلينا نروح إلى أسئلة المشاهدين، هي أسئلة عامة. هل يمكن تصحيح البصر بعمر فوق 40؟ هل توجد طريقة لمعالجة القصر والاستجماتيزم والتخلص من النظارة؟ حياة تصحيح البصر يمكن إجراؤه في أي عمر بشرط سلامة العين وعدم وجود أمراض أخرى مرافقة، لأنه عادة بعد 40 في الخمسينات أو الستينات هناك نسبة كبيرة مصابة في السكري، أحيانا قد يكون بدأ عنده تغيرات في عدسة العين اللي هي نحن نسميها بداية مياه زرقاء. فإذا اطمأنينا أنه العين سليمة وما فيها مشاكل أخرى فلا مانع من تصحيح البصر. طبعا هل يمكن تصحيح الاستجماتيزم وقصر البصر؟ طبعا يمكن، ولكن ضمن حدود معينة حسب ما تسمح فيه سماكة القرنية عند هذا الشخص. طيب سؤال آخر يا دكتور، هل هناك علاج لحالة الكولوبوما لشاب في 20 من العمر وما هي أسبابه وطرق تقليل أثره؟ الكولوبوما الحقيقة هي عيب خلقي، يعني الإنسان يولد وعنده هذا النوع من العيب الخلقي، فمن الصعب حاليا أنه نحن نجد علاج شافي لهذا الموضوع، وبيتحدد العلاج حسب المستوى أو الجزء من العين الذي حصل فيه كولوبوما. يعني أحيانا مثلا إذا حدثت القزحية ممكن نلجأ لبعض الحلول التجميلية اللي بتصغر مسافة القزحية
وبتخلي بتسمح بانه الضوء يمر بسلاسه عبر العين ويتركز على شبكيه العين. لربما اجبنا عن هذا السؤال، الدكتور قال بانه يكون هناك مسافه كافيه تكون مريحه للعين طبعا. كيف اجعل العينين ناصعه البياض؟ البعض لديه اصفرار دكتور في العين. الحقيقه البياض العين مغطى بطبقه رقيقه تسمى الملتحمه. هذه الطبقة فيها أوعية دموية. لما الشخص بيكون متعرض لمادة ما تخرج سطح العين، سواء كانت غبار، أحيانا التعرض للشمس خصوصي في نحن في مناطق مستوى الألترا فيولت ريز أو أشعة فوق البنفسجية عالي، فبيحدث تهيج على سطح العين، تحتقن هذه الأوعية الدموية ويبدأ الشخص يحس أنه العين ما هي ناصعة البياض. الحل بأنه نمنع هذه الآلية. هناك أطرات نحن بنسميها مضادة للحساسية تستخدم بشكل وقائي، تحافظ على العين مرتاحة وبياض العين نوعا ما هادي. إذا ما عنده أمراض وناصع. أخرى بالضبط. ولكن في السوق بعض المركبات اللي هي مقبضات الأوعية اللي بتعطينا أو بتخلي العين بياض العين صافي، ولكن لفترة لحظية نص ساعة أو ساعة، بعدها تعود العين لتحتقن بأشد مما كانت عليه في البداية. يعطيك ألف عافية دكتور على كل هذه النصائح. دكتور محمد عماد علي هو اختصاصي جراحة القرنية وتصحيح البصر بالليزر كان معنا اليوم.